دلوقتي بقى جه ميعادنا مع فقره السوشيال ميديا، ونبداها النهارده مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي نشر على تويتر صوره ليه من الارشيف الخاص لجلسه تكوين اللجنه الاولمبيه المصريه واللي عقدت في النادي الاهلي في 11 مايو سنه 1934. وكتب استاذ طارق عظمه النادي الاهلي. كمان احمد فتحي لاعب النادي الاهلي نشر صوره ليه من تويتر مع نجم النادي الاهلي السابق محمد بركات، واللي كان طبعا عيد ميلاده امبارح، وكتب فتحي كل سنه وانت طيب يا ملك الحركات. كمان سعد سمير مدافع الفريق كان حريص جدا ان هو يهني كابتن بركات بعيد ميلاده، ونشر صوره ليهم على الانستجرام وعلق عليها وقال كل سنه وانت طيب يا عم الناس كلها ودايما في احسن صحه وحال. كمان نشر كابتن شريف اكرامي حارس المرمى النادي الاهلي صوره ليه على الانستجرام مع حراس مرمى فريق الشباب في النادي الاهلي، وكتب مع الحراس الصاعدين الواعدين، اسمح لي اني اقول لكم ان الامر لن يكون سهل. كمان محمود الجزار لاعب النادي الاهلي نشر صوره ليه على الانستجرام مع اكرم توفيق وكريم ندفت من معسكر المنتخب الاولمبي في روسيا، وكتب لاكرم توفيق يا كراميلا احكي اللي حصل في روسيا ولا استنى شويه، يا ريته كان حكى. ماشي. كمان اكرم توفيق نشر صوره ليه مع زمايله في النادي الاهلي او مع زميله بس في النادي الاهلي كريم ندفد من معسكر المنتخب، وعلق عليها بكتابه ارقام تيشيرته هو وتيشيرت كريم ندفد. نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول، هنبدا مع حارس مرمى نادي الاهلي محمد الشناوي اللي نشر صورته على الانستجرام مع لعيبه المنتخب الوطني من المعسكر، والصوره دي طبعا اكيد بتبين قد ايه في روح عاليه جدا ما بين اللعيبه، بنتمنى ليهم اكيد كل التوفيق النهارده ان شاء الله باذن الله يكون الفوز هو حليفهم ويكون النهارده اللقاء ده في طريقنا للتاهل لكاس الامم الافريقيه 2019 في الكاميرون. لسه بقى مكملين مع المنتخب الوطني، وكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكره كتب على تويتر اتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده قصاد منتخب النيجر، والتوفيق للجهاز الفني الجديد واللعيبه وتحقيق الفوز في اولى المباريات الرسميه. نروح لصفحه نادي العين الاماراتي على تويتر، واللي اتمنت التوفيق للاعب الفريق الاماراتي حسين الشحات مع منتخب مصر النهارده في مباراه النيجر، وكتبت كل التوفيق لحسين الشحات مع منتخب بلاده في مباراه النهارده امام النيجر ضمن مرحله المجموعات من تصفيات كاس امم افريقيا 2019. عالميا بقى كتبت الصفحه الرسميه لبطوله دوري ابطال اوروبا على تويتر بدا العد التنازلي 10 ايام على انطلاق البطوله، وطرحت سؤال للجمهور من هو لاعبك المفضل ممن ارتدوا القميص رقم 10 على مدار تاريخ البطوله. كمان نشرت صفحه ليفربول على تويتر صوره للعيبه الفريق عشان يشيروا طبعا لعوده الدوري الانجليزي بعد فتره التوقف الدولي، وكتبت الاسبوع القادم البريمير ليج يعود من جديد. كمان صفحة نادي يوفنتوس الإيطالي على تويتر نشرت مجموعة لصور استاد رسمي للفريق أليانز ستاديوم احتفالا بذكرى افتتاحه رسميا من 7 سنين، وكتبت 7 سنين لا تنسى إليكم بعض هذه اللحظات في ملعبنا. نروح لصفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر اللي سلطت الضوء على مشاركة ثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني ونبيل كيتا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، ونشرت صورة للثلاثي مع منتخبات مصر والسنغال وغينيا، وكتبت ثلاثي ليفربول ضمن النجوم الأفارقة اللي بيشاركوا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019. النجم الالماني غوندوغان فعمل تويتا على تويتر بعد ما تعادل منتخب بلاده مع فرنسا سلبيا في اول مباراه في دوري الامم الاوروبيه، كتب بدايه جيده بمباراه دوري الامم الاوروبيه، شكرا على دعمكم في ميونخ. كمان نشرت صفحة بلاتشير فوتبول على الفيسبوك صورة للبرازيلي نيمار من مباراة البرازيل الودية مع أمريكا النهاردة، وأشارت في الصورة أن نيمار أحرز 58 هدف مع البرازيل في 91 مباراة، وكتبت في عمر 26 نيمار يواصل حصد الأرقام. كمان البلجيكي ايرن هازارد نشر على انستغرام صورة لي مع زمايله في المنتخب وعلق عليها وقال أيام قليلة مع العيلة. واخيرا مع الالماني لروي ساني لاعب مانشستر سيتي الانجليزي احتفل على صفحته على تويتر بميلاد بنته، وكتب يسعدني ان اخبركم ان ابنتي ولدت الليله الماضيه، الام والطفله بخير.